وزير النقل المصري الجديد يقيل نائب رئيس السكك الحديدية بسبب التقصير. السيسي يطالب أوروبا بنسبة من اختراعات المصريين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الخلق سيدنا محمد. ياريت في بداية الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا لكم جدا. قام وزير النقل المصري الجديد الفريق كامل الوزير بإقالة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الشؤون المالية مصطفى سلطان بسبب تقصيره في العمل. وجاءت إقالة سلطان بعد مرور 6 أيام على تولي الفريق كامل الوزير حقيبة النقل، حيث قام الوزير الجديد بنشاطات مكثفة وزيارات مفاجئة. وأقال المسؤول خلال جولته المفاجئة في محطة سيدي جابر بالأسكندرية. وكان وزير النقل الجديد قد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقد اجتماعا مغلقا في ديوان عام وزارة النقل مع سابقه المهندس هشام عرفات للاطلاع على ملفات النقل الخاصة بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق والكباري والنقل النهري والبحري لوضع التصورات النهائية لاستكمال مشروعات التطوير. في اليوم الثاني لعمله وصل الفريق كامل الوزير إلى محطة مصر لتفقد سير العمل في المحطة وانتظام حركة سير القطارات بجميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، كما عقد اجتماعا مغلقا مع قيادات هيئة السكك الحديدية لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بمنظومة الهيئة وآخر تطورات العمل بها، وتفقد ورش صيانة القطارات في أبو غاطس وبرج إشارات محطة مصر المسؤول عن التحكم في سير القطارات مطالبا باليقظة والانضباط في العمل. المصدر وكالات. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يجب على الدول الأجنبية إعطاء مصر نسبة شراكة في اختراعات العقول المصرية في الجامعات والمؤسسات الأجنبية العاملة بتلك الدول. وقال الرئيس السيسي خلال الجلسة الثانية لملتقى الشباب العربية الإفريقية الأول: نرغب في الحديث والاتفاق مع الدول الأجنبية في أن يعطونا نسبة من الاختراع الذي يقدمه المخترع المصري، أن ما يقدمه العقل المصري أو ما ينتجه تكلفته تكون محل النظر. وأضاف: نريد أن يكون هذا لإفريقيا كلها، نريد نسبة مشاركة ويكون الأمر شراكة فقط. نحن سنبعث لكم عقولا لكننا نريد أن نستفيد أيضا. نحن نعلم أيضا صحيح أنه لا نملك جامعات لها 800 سنة مثلما يمتلكون، إلا أن لدينا أناسا يمكنهم تختصر أو توفر هذا الوقت. وأشار الرئيس المصري إلى أن البحث العلمي صناعة توجد مفرداتها وعناصرها بالكامل في مصر وإفريقيا، وأن مفردات صناعة البحث العلمي في الدول الإفريقية ليست بكفاءة مثيلتها في الدول المتقدمة، وأن كفاءة البحث العلمي البشرية والعقول المتميزة في القارة السمراء أكثر من الدول المتقدمة. وينعقد ملتقى الشباب العربي والإفريقي في محافظة أسوان المصرية بعنوان مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية، ويتحدث عن أهمية البحث وتأثيره في حياة وتقدم الشعوب والدول. المصدر وكالات مصرية.